الله يبارك فيك. الله يبارك فيك. السلام عليكم ورحمة الله. متابعي قناة شو تي في، كيف كتشوفوا حنا كندوزوا الآن أمام الفندق اللي مقر الإقامة ديال الفريق الوطني المغربي لأول مرة منذ بداية كأس العالم. لأول مرة هذا البانو هذا كيتحط هنا احتفاء بالفريق الوطني المغربي، وكنتمنوا ليه حظ سعيد. هذا البانو كيتحط هنا طرف الفيفا لأول مرة أمام الفندق. كيف كتشوفوا مجموعة ديال القنوات العالمية كتجي هنا أمام الفندق اللي كيتواجد فيه الفريق الوطني المغربي، بالأخص القنوات الفرنسية. انتم معنا متابعي قناة شو تي في هنا مباشرة أمام مقر إقامة المنتخب الوطني المغربي. حظا سعيدا للفريق الوطني المغربي، بالتوفيق إن شاء الله، مربوحة إن شاء الله. كتشوفوا معايا متابعي قناة شو تي في مجموعة ديال القنوات اللي حضرات هنا امام الفندق، من بالاخص هنا قنوات فرنسيه اللي تنقل الاجواء ديال الفريق الوطني المغربي امام مقر الاقامه ديالو. كتشوفوا متابعي قناة شو تي في القنوات الفرنسية اللي كتجي باش تقدر تسمات ديال الجماهير وتاخذ الأجواء ديال الفريق الوطني المغربي هنا. ما عمرهم زيهم هاد القنوات، ما عمرهم كانوا حضروا هنا لأول مرة. كيف بدا كيجيو الأمس كانوا قنوات من الكاميرون، كانوا قنوات من الأرجنتين، بسم هاد القنوات دابا كلشي كيجي كينقل الأجواء ديال الفريق الوطني المغربي اللي خلق المعجزة. كيف كتشوفوا معايا متابعي قناة شو تي في، ومازال إن شاء الله مازال. هنا تحية كبيرة للناس المسؤولين على الفيفا، ثم اللي جاو حطوا هاد البانو هنا، كيتمنوا واحد سعيد للفريق الوطني المغربي. هنا أمام مقر الإقامة، إقامة الفريق الوطني المغربي. أول مرة عاوتاني الناس المسؤولين في الفندق كيعملوا واحد الستار هنا باش متبقاش تشوف كاع اللعابة، اللاعبين ديال الفريق الوطني المغربي متشوفهمش، كينزلوا من الباص من الحافلة ديالهم وكيدخلوا ديريكت مقر الإقامة ديالهم. أول مرة كيدار هكا كتشوفوا. هاد الستار هذا لأول مرة كيدار، هاد الستار هذا أول مرة كيدار في الفندق، بس نقص كاع يشوفو الناس يشوشو على الفريق الوطني المغربي. شفنا قبل قليل اللاعب المرابط واللاعب حكيمي اللي دخلوا الفندق في سيارة خاصة.
اليوم عندهم حصه لجلسه العياء، حصه خفيفه على الصحفيين.